واللي هيقرب منه أغزه. المنشار الكهربي قطع الواد حوالي 30 قطعة. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حل، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. أي واحدة بتحب بيبقى حبيبها كل حياتها، ما تطقش الهوى يلمس جسم حبيبها، تقول لك ده بتاعي ومش لحد غيري، اتخلق عشاني واتخلقت عشاني، واللي هيقرب منه اغزه، ده انا طلعت بيه من الدنيا، ده هو حبيبي وهو كل حياتي. النهارده بنحكي بجريمه قتل من ابشع ما يمكن بسبب الغيره وبسبب الحب. ممكن فعلا الحب يخلي الواحد يقتل؟ طب ممكن تخلي الواحده تقتل؟ صعب ان الواحد يقتل حبيبه، صعب ان الواحد يقرب على حبيبه بالاذيه، لكن احيانا من كتر حبي ليه اقتله عشان غيري ما ياخدوش. ايه اللي حصل وازاي جريمه تقدم عليها سيده بقتل حبيبها علشان هيروح لحته منها، هيروح لبنتها، لبنتها هو كان رهان بين الام وبنتها. الام قالت لبنتها انا بحبه ومش قادره يا حبيبتي، وانا بكره ابوكي وبحبه هو. البنت قالت لها بيضحك عليكي، وانا يوم ما اعمل له كده يا امي هيسيبك ويجي لي. الام ما صدقتش، قالت لها والله لو عملتي العمايل هو طول عمره بيحبني من قبل ابوكي حتى ما يتجوزني، وانا طول عمري قلبي ليه. يا امي ده اصغر منك بعشر سنين يا حبيبتي، الحب ما يعرفش الفوارق ولا السن. ايه اللي حصل وازاي الجريمه دي تمت في منطقه النزهه مصر الجديده؟ زوجه عندها 35 سنه، بنتها عندها 17 سنه، العشيق اصغر منها بعشر سنين 25 سنه. الزوجه بالرغم انها متجوزه راجل محترم وعندها عروسه اهي كويسه، اتعرفت على الشاب ده وبدات معاه قصه حب، وللاسف كانت بتتردد عليه في شقته لان هو قاعد في النسخه برضه وهي قاعده في النسخه، واحيانا كان بيجي لها في غياب الزوج وغياب بنتها وبيمارسوا على بعضهم تلبيه نداء الجسد او الشهوه المحرمه. لقيت البنت ما عرفت وقالت لامها بيضحك عليك، والله يا امي ده بيستغل ان انت بتحبيه، بياخد منك فلوس وبيتمتع، وفي الاخر يوم ما هيتجوز مش هياخد واحده اكبر منه. قالت لها بحبه وهو بيحبني، ابعدي عنه. قالت لها طب يا امي لو انا خليته سابك وجالي هتصدقيني؟ قالت لها سيبني انا، ده انا حب عمره. قالت لها يا امي والله اللي بيوافق ان يعرف واحده متجوزه لا عنده دين ولا عنده اخلاق، ولو بيحبك يا امي كان قال لك اتطلقي واتجوزك. الام فكرت في كلام بنتها لكن ما خدتش بالها، الحب والجنس والواد صغير 25 سنه وهي 35، الواد كان شاغلها وكان مالي دماغها. فقالت لبنتها مالكيش دعوه، قالت لها وابويا يا امايا ما يستحقش مني كده، وانا مش هسمح ان انت تمرمطي شرف ابويا وعرضه كل يوم في التراب، ده انا بعرف ان انت بتجيبيه في البيت وبعرف ان انت بتروحي له البيت، يا امايا ابويا ما يستاهلش كده منك، وبكره اثبت لك ان الشاب ده مش كويس. الام جايت لها عايز تعملي ايه اعملي، انا ما بعيش غير مره واحده في حياتي اتمتع بيها مع واحد بحبه. البنت ابتدت بوسائل البنات تتعرف على الشاب ده، وابتدت فعلا تقدم له لائحات ان هي بتحبه، وقدرت ان هي فعلا يتكلموا مع بعض في التليفون، وابتدى يشغلوا بعض، والواد ما يعرفش ان هي بنت عاشقته. والبنت وصلت ان هي تكلمه فيديو ان هو بيقول لها واعترف لها انه بيحب واحده قد امه، وان هي كبيره في السن، وان هي ساكنه في النسها، وحكى لها كل حاجه. والبنت راحت مسجلاه وراحت قالت لامها، شفت يا ام اللي بتحبيه؟ قالت له مالها؟ ماله؟ على الله تقولي لابوكي. قالت له يا ام انا كلمته واشوف بيقول عنك ايه؟ انه بيحب واحده اكبر منه وانها قد امه، لكنها بتيجي عليه فتره بيحتاج واحده يلبي فيها غرايزه، وان هو عمره ما حبها، وان هو عايزني دلوقتي، وعشان كده اعترف لي بكل حاجه لانه حبه صادق وعايز يبدا معايا صفحه جديده، واعترف لي ان هو كان ليه علاقات بغيرك وغيرك وغيرك، وان هو بيعرفك عشان انت معاكي فلوس، وبرضه بيعرفك عشان انت بتحبيه، لكن هو كله اول ما شافني قال لي انا احترف لك بكل تاريخي الاسود، واوعدك
ان انا هقفل كل الصفحات واعيش عشان خاطرك انت، وما يعرفش يا امي ان انا بنتك. الام اول ما شافت كده خدت الفيديو واتجننت، لو راحت قالت للولد هيقول لها غرف ده هي انت وبنتك، لكن هي بتحب الولد ومدام هو خانها يبقى القتل نصيبه. تعال نشوف فكر النساء، فكر النساء وشياطين الجن ما يقدروش يوصلوا للست اللي فكرت فيه. قالت لازم انا اقتله، تعمل ايه؟ قالت لجوزها الحقني. قالت له خير؟ قالت له بنتك في واحد عايز يعمل معاها علاقه. قال لها بتقول ايه؟ قال لها زي ما بقول لك كده، والفيديو اهو بيعترف لها انه بيحبها وبيغريها عشان تروح له. طبعا ما كانش الواد كان بيقول انا كنت اعرف ست اكبر منها بخمس اكبر مني بعشر سنين، الزوج ما يعرفش هو بيتكلم على مراته. ورأت لابنها كمان، ابنها الكبير شاف اختك في واحد كان هيضحك عليها وكذا وكذا، والولد ده كان هيجيبها شقته، والله اعلم ممكن يكون راحت عنده شقته. الاب والولد قال لك لازم الواد ده نأدبه. قال له اخلو انا معايا عنوانه ومعايا رقم تليفونه وما لكمش دعوه. قال له خلاص اليوم اللي هتجيبيه فيه عرفيني عليه. اتصلت بيه الام وطبعا قالت له انت اخرت عليا ليه؟ انت وحشني. قال لها طب ما تسيبيني دلوقتي. قالت له لا البيت فاضي، جوزي في الشغل واولادي نزلوا وانا قاعده لوحدي، تعالى نقضي معانا، تقضي معايا ساعه، انت وحشني وانا وحشك. الشاب طبعا علاقه، راح لها اول ما دخل جوه لقى جوزها وابنها. انتوا عايزين مني ايه؟ راحوا ماسكين. طبعا ما عطوش الفرصه ان يتكلم خالص، كل اللي قالته لجوزها ان خلت بنتها تكلمه وتستدرجه رغم ان هي اللي مكلمه ومستدرجه. الولد لسه بيتكلم جه ابنها خبطه بالسكينه ببطنه، وجه جوزها من وراه وراح دبحه بالسكينه، وابتدوا جايبين المنشار الكهربي قطعوا الواد حوالي 30 قطعه. جوزها رموه في مقلب القمامة في المرج، وجوزها رموه الواد كان بياخد تاكسيات ويروح موزع جثته على كذا منطقة. بعد بيومين ثلاثة في رائحة بجوار صندوق قمامة تفوح منها رائحة صعبة جدا، كيس قربوا منه لقى ايدين ورجلين ادمين. اتصلوا على طول بالشرطة، الشرطة جات اول حاجة مباحث النزهة، مين نشوف الكاميرات اللي في الشوارع، نشوف هنا نشوف هنا. سبحان الله الكاميرات دي بتأدي خدمة عظيمة جدا لرجال الشرطة. اكتشفوا ان الكرتونة دي او الكيس ده اللي مرميه في واحدة ست معروفة من المنطقة اسمها سميحة، على طول قدروا يتوصلوا من خلال مصادرهم السرية والمعلومات، قدروا يتوصلوا لسميحة، ومن خلال سميحة قدروا يتوصلوا لشخصية الولد المتقطع ده. انهارت واعترفت وقالت جوزي وابني هم اللي قتلوه وقطعوه، وانا خدت اللحمة بتاعته والكاس ورميتها في المكان اللي انتم مسكتوه فيه. تعملت كده ليه؟ انا كنت بحبه حب صادق، وكنت بخون جوزي، وكنت بديله فلوس، اخد فلوس من جوزي واديها له، وفي الاخر كان عايز يقيم علاقة مع بنتي فانا انتقمت منه، فهمت جوزي وابني ان بنتي على علاقة بيه وان هو ضحك على بنتي عشان انتقم لحب. شفت الفكر الشيطاني؟ شفت الام عملت ايه؟ لكن هي دي الخيانة، هي دي الخيانة، لازم تكون نتيجتها في النهاية اللي احنا شايفينه ده، تقطيع وقتل وتمثيل بالجثة، لكن في الاخر اتقبض عليها ومثلوا الجريمة. لكن اللي صعبان علينا الزوج والابن ما يعرفوش ان امهم هي العشية، وان امهم هي الخاينة، وان البنت بنت شريفة عفيفة، لكن الام عملت كده عشان تنتقم ان حبيبها وعشاها اللي باعت جوزها وعرضها وشرفها وبيتها عشانه كان عايز يقيم علاقة مع بنته، والبنت كانت بكل نية خير كانت عايزة تعرف امها ان عشاها مش انسان يستحق الحب، بل ان هو بيضحك عليها وبيستغل كبر سنها وبيستغل فلوسها. وفي النهاية الكل خسران، الأب في السجن، الابن في السجن، الأم في السجن، والبنت عايشة لوحدها. هنقول إيه؟ سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.